Frank? زاد خميس مين حضر؟ ما حدا حضر؟ بس يوم؟ لا أنا بس طيب ما بحكي انه شان رئيسكم مندوبكم شو سموه؟ معلمكم شو سموه؟ تمام ماشي الوزن الطبيعي قوانينها بتهمني انا ايش؟ حكينا صار 100 مره طول الوزن بتعرف شلون الطول بيزيد شلون الوزن بيزيد اول شيء وليد حديث ولادات وزنه 2.5 وسطيا 3 ونص ثاني اذا بيجي ولد 2.5 و 4.5 هذا شو هالون؟ هذا ولا طبيعي تمام بالضعف انا شهر رابع صار لنا 1000 مره ونكرر ليش من وزن الولاده اجاني وحده ولدتها ولد ابن عمره 4 شهور 4 كليات 4 شهور تصير عمره وزنه 100 الولدان عمره كليين وزنه لما تصير 4 شهور تصير وزنه تفرق معي اللي ابني ضعيف وجابته كليات صار 5 كليات عمره 4 شهور ضعيف شيء؟ بينما جابته 4 جابت لي 6 كليات عمره 4 شهور ضعيف ولا لا؟ بيهمني وزن الولاده موضوع الوزن الحالي وزن الولاده كثير بيهمني تمام؟ طيب بصير 3 اضعاف بعمر السنه وفي مراجع بتقول بعمر ال 10 شهور عشان اذا شفنا مراجع بعمر السنه شيء مراجع بال صورتي هيك؟ لا ما صعب ماشي؟ طيب حساب الوزن في عندي قوانين لحساب الوزن والطول قبل السنه وبعد السنه حساب الوزن من عمر الشهرين يا السنه العمر بالاشهر زائد 9 تقسيم 2 تمام العمر بالاشهر زائد 9 تقسيم 2 ماشي دبس عم سجل حدود جنبك عمره 11 شهر لازم يكون وزنه القانون 10 يعني 11 زائد 9 تقسيم 2 الوراق عمره 7 شهور كان لازم يكون وزنه القانون 7 زائد 9 تقسيم 2 قد ايه؟ 8 اسبوع جاي جدول ضرب الجمل بسمع نعم ايش كل يا جماعه؟ بعد السنه 9.5 حطوا 10 معاش للسهوله زائد 2 ضرب العمر بالسنوات اذا 9.5 او 10 العمر ضرب 2 فاطمه ما في فاطمه عندنا؟ صار لنا شيء اسمه صبيه لا تعرف أول صبية بالقائمة زي ما عرفنا مين صبح مين الظهر اتصاف وين اتصاف؟ عمره 3 سنين أطول شنو؟ 9.5 3 ضرب 6 زائد 10 12 16 أنت يوم تقلوب 10 سنين إخوان عمره 5 سنين أطول شنو؟ 5 ضرب 2 10 5 ضرب 2 10 زائد 10 في أسهم هيك في أسهم هيك قانون الوزن والطول هذا قانون شان بكره تيجي بتقول بتجيب صورة بتصير خاطئة ما شاء الله يعني فتح قلب قاعد يقول في عمره 5 سنين هذا يكون وزنه 20 كيلو 5 ضرب 2 زائد 10 يعني كيف العمر زائد أشهر تقسيم 2 زائد 9 عفوا العمر بالأشهر زائد 9 تقسيم 2 تحت السنة فوق السنة في أسهم قانون طول الوزن تمام؟ طيب زين بدك حلو الطول بيقول لك الولد طول الطبيعي قد ايش يا زملاء؟ قد ايش؟ قلنا 50 زائد ناقص طبعا خديجة قال وانا واقف عند العمود وفتح الكاميرا ونص فكر شو بدنا نعمل العمود ده يعني من حقك حكيم الكاميرا ايش العمر شلون في عندي قانون طول قانون طول بعد السنة العمر ضرب 6 زائد 7 ايش شو؟ العمر ضرب 6 زائد 77 قوم يا شاطر عمره 10 سنين هذا الموضوع القانون على القانون قديش؟ العمر ضرب 6 60 زائد 77 قديش؟ هاي 100 زائد 76 زائد 77 تمام اذا العمر عمره 10 سنين طوله 60 زائد 77
ولو بيستخدم العمر ضرب 6 ضرب 6 10 ضرب 6 زائد 77 137 لا مانع من استخدام الآلهة واضحة الفكرة؟ حدا ما عارف قوانين طول الوزن؟ خلصنا التفقد شرسي أنا أسمع. حط لي حضور بعض الدور بغير لون كان. حضور الصبح لون حضور بعض الدور لون. يلا خلصنا. وظيفة رفيقك في حارتك. طيب. قانون العمر الوزن حسب العمر أول شيء الوزن العمر 12 زائد 9 تقسيم برافو عليك بعد سنين 10 زائد العمر طول سبعة وسبعين ثاني زين عمر ضرب هذول الاسم ما تمام مثل اسم كون ها تمام مثل اسم كون كيف لقينا عمر هذا جزء مقابل مقابل يعني كل جزء 5 مليار هذا يكون عمره 5 مليار تمام ما كل ما طلع من قوانين الله نفس قوانين طول الوزن تمام قانون طول تحت اسمه ولا بس هو بس هو السنة يلا زين يا بنت تحديد مساحة الجسم إياه بهم مساحة الجسم في أدوية ما بنعطى غير على إيش على المساحة في أدوية إيش تعطى على إيه على المساحة أدوية إيش تعطى على المساحة شلون يعني مساحة على المساحة شلون يعني مساحة يعني البريدلون النفروز بنقول 60 ملغرام على المتر المربع في قانون بيحسب لي المساحة ما مطلوب من كل الوزن ضرب الطول على 3600 جذره بالتربيع صعب شوي بس على الأقل الحاسب بيحسب بس نحن في عنا عادة جداول تمام شو في عنا جداول في جدول قديش وزنه قديش مساحة جسمه قديش وزنه قديش مساحة جسمه هذا للسهولة تمام إذا شفتوا بتلاقوه بأي مرجع جدول المساحة بس الوزن طلع عندك الطول بيطلع معك المساحة تمام بطلع معك مساحة الجسم بتطلع مباشرة جداول جاهز بس إذا لقيتوها في أي محل عشان تعرف مساحة الجسم بس نظريا 12 كيلو واحد مربع طيب محيط الجمجمة بيقول هذا الطول محيط جمجمته 35 بعمر الست أشهر بصير 44 كيلو هام بعمر السنة 47 بعمر السنتين 49 بعد عند البلوغ بصير 57 تمام 57 شباب في حدا مشايخ بيناتكم ولا ما في ما حدا بحط طاقية بالصلاة؟ ها؟ طاقية بالصلاة 17 ضعف في حديث يعني بحطوا غطاء الرأس للصلاة بياخذ أضعاف كثير، الرأس نحن نشتريها الطاقيات هذول بتشوفون 57 58 ما اشتريت ولا عمرهم طاقية بس حكيم هلا هذول طاقيات بتقول مشايخ من القياس يا جمجمتي 57 شلون جاكيت؟ مثل توجهات الدنيا رقص لا طاقيات في باكستانية في مدورة ما حطيتوا بعمركم منا حكيم بس بايش بس بالعيادة في مقياس يعني في بالعيادة مقياس طبعا ليس بس انا بحكي طبيعي عم بحكي شيء طبيعي هلا انت محيط لازم بس بايش بيقيسوا يعني بالمدار سنتي ناخذ قياس يا زملاء شلون ناخذ محيط الجسم هو الحواجب هو الزين او الزين واضح ما ناخذ تحت هيك ناخذ محيط شايفين شلون ناخذه؟ اذا حدا معنا بالمشفى مش فاضيين شلون ناخذ محيط جمجمتي ولا تمام طبعا هي الاحجام الطبيعيه قلنا دائما اذا بتذكر محاضرات النظر في شيء اسمه عائل في عائل راس كثير في عائل راس تمام في عندك عائل كم سبعات وعوائل ولا عرفت لا اللي يعرف يطلع يجيب الوسط بدون ما تقول يعرف مين عرفه؟ مباشرة. مباشرة. لو عرفته
لك هذا راسل سي عبد حسين بدون ما قال له هذا فلان عرفوا ان هذا فلان ده يعني قلت له بتعرفوا هذا العيله راسل راسل كبير عمليا او ايش اسمها معنويا في ناس راسها كبير معنويا نعم طيب واضح زين هذا العمر الحملي هذا أننا نأخذ محاضرة عملية بالمشفى إن شاء الله نقدر العمر الحملي زين الخديج نقدر العمر الحملي من شكل من خمس مواصفات حكيناها بالنظري ما يتحط عليه النظري طيب زين 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 خذ انزلي على السوائل والشوارد السوائل والشوارد شفتها انزلي على السوائل والشوارد زين خطط طيب نحكي خمس علامات اكتشاف أساسية صراحة كنيها من مرة في محضرانين مين حضر معنا كان عندنا إياها مين كتب عنه بطل حضر وشو إنه شرب الماء شرب الماء شرب الماء اتفاق لأسه المخاطر الوعي الوعي ثانية بالبيئة والعين هذول خمس شغلات طلع عليها مخيم حالة الشباب عند الطفل لخيم حالة الشباب مع الطفل طلع عليها خمس شغلات حالة الوعي حالة الوعي يكون عندي ثلاث حالات يا غائب عن الوعي أو وسن هاي الدرجة الشديدة تكون أو متهيج الشباب المتوسط أو وعي جيد لا تشفير ما عندي تشفير تمام؟ وعي شو كمان؟ الشهر الثاني سنة جدية، سنة جدية بعد ذلك ما هو مختلف صابح نخلص نشوفه في المحاضرات العملية إما ترتد بسرعة أكثر من سنتين مش يرجع في المنطق سنتين مرتد أو يرتد ببطء أكثر من سنتين سنتين لأن المنطق شديد جدا ثلاث أربع ثواني لا يرتد بسرعة هذا الشباب بعض الشباب الشباب توصل أو 5-9% ارتد سنتين ثلاثة بسرعة شديد أكثر من ثواني أربع ثواني هذا الشباب الشديد تمام؟ الشغل الثالث غور العيني المريض ما متجفف يكون عيني براقة يسموه براقة لماعة أول دوام تمام؟ لما يتجفف شوي بيتركه بنص الدوام بصير عيونه بيبدو بالبل لما يتجفف بشدة الساعة 12 بالليل شو وقت بكون عيونه عبنان عنده غور عيني شديد واضح؟ طيب الشغل الثالث شو قلنا؟ جباب أخير مخاطية ومين من الشخصية من اليسار اجل بتغدي وشربان مي ورسينا بدنا حلقه ملاهي لعاب البعض التشفاف كانوا معنا الصبايا السمك كان حتى الموجودات الصبايا السمك كانوا معي جاب مريض المشفى اجوا عندي على المشفى جابوا مريض جاء اخر من المكان عنده بعض التشفاف مثل واحد صايم الساعه 12 رحت الدور بدي رسينا بيسمعوا نشفان في شوية لعاب بس هو مثل ما هو صايم تمام غير عليه المتجفف بشده قبل ما انتهي المغرب خمس دقائق بصير يصير حضري شو نسيه نشوفه حضرتك بدي نسيه الولد نشوفه تمام شوي عنا كمان قلنا شرب الماء الماء بيتجفف شرب الماء عادي اعطيه ماء بيشرب بيتجفف بعض الساعات بيشرب ياها شوفوا عطشان الصبايا كانوا يجربوا شربوا ولا شوي اقول له انا صديقي بده يشرب ماء بيناها ما بيشرب التشفاف الشديد ما بيشرب ماء ليش؟ لانه ما له حيل بيتجفف وسنه وايام واحده هذول خمس علامات نتراجع المصادرات اللي عملنا قبلنا ومشهر مرتين مرة بعض عدنا المياه وقتنا وبعدها الزوات الرئة وشغلات عن الزل التنفيذ طيب نحكي على الحاجة اليومية من السوائل يا جماعة السوائل والشوارد هي أساس عملنا في طب الأطفال شو يعني أساس عملنا في الأطفال؟ شو يعني أساس عملنا في الأطفال؟ يعني نحن ما في عنا حطونا شوية سيرو كتبنا أبلوزو نحن عنا شيء اسمه وزن أول شغل نعمل طب الأطفال شو نعمل؟ هذا المرضى معي بالجناح أول شغل بدي أخذ وزن الولد، إيش معنى أخذ وزنه؟ من شو في وزنه؟ عشان نحط اللزوم، دائما 50 ملي على الكيلو، 100 ملي على الكيلو، قديش وزنه؟ تمام؟ تختلف جرعات الأدوية، ما في شيء اسمه شلفة عرق شوي مثل الجراحة، كله لتر ضرب اثنين، تمام؟ طبعا غلط، كمان جراحة لازم يأخذ وزنه ويحددوا نسبة التشفاء وخاصة بالعمليات الجراحية. والصادات تنعطى تقريبا على الوزن كمان في كثير امراض طيب الحاجه اليوميه الوليد اول يوم نعطيه 60 70 ملي على الكيلو طبعا هذا الوليد ما بياكل ما بياكل بيشرب عشان ما يموت شو بعطيه سوائل ورديه شو بعطيه سوائل ورديه
60 70 مللي، ثاني يوم 80 90، ثالث يوم 100 120. خديه بنضيف له 80 90 90 120 120 200. هيدي بتقسمها على مدار اليوم. ايه هلا بعلمها كم نقطه بالدقيقه بتعطيه. تمام، نعطيه كم نقطه. طيب تجي الحاجه اليوميه من السوائل عم بعد عمر السنه. تمام، اول 10 كليات 100 كيلو، يعني وزنه 9 كليات قديش ياخذ هسه؟ 100 كيلو. قلنا في كيلو 100 وزنه 9 900، واضح؟ وزنه 5 كليات قديش ناقصه؟ 200 كيلو 100 يصير 5500. تمام، دبس وزنه 8 كليات قد بيطلع له؟ 800. ثاني 10 يعني وزنه فوق ال 10 كليات بياخذ 50، ثاني 10 اول 10 100، ثاني 10 50، وزنه 12 قد بياخذ؟ ال 10 100 1000، والكليات كل كيلو 50 1000. وقال 15 كيلو بياخذ؟ اول 100، اول 10 100، والخمسه سبعة يوم.
وزنه 16 كيلو قديش حاجته؟ سيروم سكري 5%، وزنه 16 كيلو. خلاص ما سيدي وزنه كبير. يعني انا عن جد عندي كيلو كبير. يا مرات أطلع معك الدين. ألف تأمين. برافو عليك. شفولة. شفولة. رحيل إلى أسنان. إيش أسنان؟ جنبة. قومي جنبة. بين عينيك أسنان. الملي نفسه سنتي هاش مدها الطول ملي شمات ملي نفسه سنتي نفسه سنتي ملي في العربي ملي متر سنتي متر هو في الانجليزي نفسه مزبوط هلا بناخد ابري سنتي بالملي ولا سنتي لما بتقول له اعطيها سنتي يعني اعطيني وين شغلنا غالي دكتور يا دكتور يا دكتور قلنا مثلا 29 كيلو تمام 29 اول 10 10 ضرب ب تمام ثاني 10 تحت 10 ضرب ب ثالث 10 ضرب ب 10 29 9 ضرب ب 1000 500 100 نجمع عليكم نرجع عليكم الخط الاول ما بتعرف تجمع هو بسرعة أول 10 10 100 ثاني 10 10 50 ثالث 10 9 نرجع نفند شايف مرحلة العشرات 2 ها بدك تقول يا ولا حرف شكون ما بتعرف تجمع هو واضح؟ واضح في حدا ما جاب وين يحسب؟ وين؟ يا حبيبي يا حبيبي واضحة؟ بس يا جماعة السيروم مو بس سيروم مو سكر في عندي شيء اسمه صوديوم في عندي شيء اسمه أنا ليش أكلمك؟ شيء اسمه بوتاسيوم في عندي شيء اسمه صوديوم في شيء اسمه بوتاسيوم لا 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 حطوا سكر خمسة سكر نضيف عليه صوديوم وبوتاسيوم انا اضيف صوديوم وبوتاسيوم تمام كمان يلا كويس ساعة والله انا حضرنا ما بطلنا ولا تحسب تحسب ولا عالنقطة تمام طيب الشوارد يا جماعة الجسم بيحتاج صوديوم وبوتاسيوم بكربونات اكثر من الصوديوم وبوتاسيوم بكربونات منقوص الصوديوم الحاجة اليومية منه 2 ل 3 بكي قديش الحاجة منه 2 ل 3 20 كيلو 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 20 كيلو
فاز ولا تذاكريات عنده شوارع شوائق 13 17 2 3 على الكيلو 2 3 على الكيلو وزنه تذاكريات عنده سيرو سيرو تمام وزنه خليكم معي في المساله السهله جدا تمام شو اسمك محمد يا محمد قوم واقف على حيلك خلينا نتذكر يعني هيك وزنه تذاكريات عنده سيرو محمد انت محمد 900 وقت بده يضبط صوديوم يعني 18 27 محمد امين قال يا الممرضة تمام اجت ممرضة مسكت التليفون هيك قالت دكتور محمد انا شايف مكمامك انا جايب الصوديوم 10 و20% الصوديوم ما بيجي بالمية بيجي عياره 10 20% كل واحد فاضي منه في 1.7 منه والعيار 20% كل واحد فاضي فيه في 3.14 منه قد بده سيرو 60 1 1 5% قد بده صوديوم 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 قد بده صودي
مؤثر بكي تفصيل 1.7 تطلع معك قديش 17.6 مع 17.6 شو؟ 10% تمام؟ شو اسمك انت؟ ملك سر؟ شو اسمك؟ يا دكتور بس ركز معنا مش هون تسليم دكتورة تسليم دكتور هذا بس يا ما فهمت عليك انا عندي سكري ولا ايش عم بحكي على الصوديوم صوديوم مش سكري كفينا سكري سكري حطينا 5% دكتور تمام خلصنا لك هذا بحطه لك نحن يا جماعه جبنا السيروم بنحط له صوديوم وبوتاسيوم فكر في السيروم سكري بنحط له صوديوم وبوتاسيوم قلنا الحاجه اليوميه بالصوديوم 2 3 بس الصوديوم ما بيجي متكال بيجي عيارات 10 و20 طيب كل 1 سم فيه 1.7 والعيار 20 كل 1 سم فيه 3.4 ما في بالحمام مين بالحمام طيب هذا هيك بنعطى رخصه ايش دخل الحمام وين من الحمام وقصد من الحمام الفيزيولوجي كل 1000 وين الفيزيولوجي؟ فوق ان الفيزيولوجي ناسي 0.09% خلاص انت احكي ايش بدك في المكتوب اسمع مني ايش بدك في المكتوب وين مكتوب اول شيء دكتور مكتوب معلول سيروم مختلط فيزيولوجي سكري الحمام لك هذول انواع سيرومات موجوده بالسوق إيه. انا بستخدم سكري 5% بس خلاص هذا بستخدمه وبحط صوديوم بوتاسيوم معه هذول الكبار المختلط الكبار السكري 5% والملح مستخدمه في طبيات خاصه شو بدك ايش بدك انا بلك سيروم 5% بحط بتحط معه ضمن صوديوم بوتاسيوم بستخدمه للاطفال تمام المختار الادويه اللي بتحط والريفر بس طبيات خاصه شو بنحط تحت
تمام؟ واضح يا زملاء؟ وين نسرين؟ تسليم قومي يا تسليم. وزنه 10 كيلوات قديش بده يصير؟ خليكم معي يا زملاء لا تضروا الله يخليكم. وزنه 10 كيلوات قد بده؟ 1000 سيروم سكري 500 قديش بده صوديوم حتى على 10 3 30 معيار 20% معناتها كم سنتي بده؟ بنقسم 30 على 3.14 معيار 10% كله كم؟ معيار 10% كل 1 سنتي 4.7 معيار 20 كل 1 سنتي ها؟ 3.14 معيار 20 ايوه مكتوباتك يا شوفوا 4.3 و 3.14 تمام؟ 1 ملي يساوي 1.7 شايفوا؟ شفتوا؟ ال 10 17 ال 1 1.7 ال 20% 3.14 واضحة؟ طبعا هذه حاجه يوميه تعويض حسب القانون ناقص المرغوب ناقص الموجود ناقص مطلوب هذا القانون هذا الحاجه يوميه تمام في اسهل من هيك تمام جينا على البوتاسيوم البوتاسيوم نص حاجه الصوت واحد اثنين قد ايه واحد اثنين وكتير سهل البوتاسيوم وزنه 5 كيلوات قد بده بوتاسيوم حد الأقصى وزنه 7 كيلوات وزنه 6 كيلوات وزنه 13 كيلو 26 كمان طيب اطلع على السبورة اطلع على الأمبولة كلها
دكتور وعم نحكي على الجدول دكتور الرم عندك يمكن اوضح عندنا مواضع عندنا مكتوب 24.3 مين أمبولة الصدر بعيار 20% ايه العشرة ملي فيها كوفيتين أمبولة الكاملة احنا بنقول صافي أمبولة 10 سنوات انت شو بدك الأمبولة كل يوم تتخترع لنا 100 شركة أدوية تمام فيها همبرجراي هيك قد فيها همبرجراي قد ايش بدي انا بدي احط فيها كالوري 100 جرام لحمة عرفت علي ما بقول لها همبرجراي فيها كالوري بقول 100 جرام لحمة فيها 300 كالوري الكيلو فيها 3000 انا مالح الصاد العيار 20% فيها 3.4 بس الأمبولة اللي فيها 10 سنوات فيها 34 كالوري عرفت علي كيف بدك الأمبولة فيها عيار 20% فيها 10 ملي 10 ملي بتبعد 3.4 بتطلع أقوى تدينين كده فيها. ليش؟ قطعت حالك. إيش بدك؟ بجوز بقى. في أبولات عم بجودها 50 ملي. 50 مليار فيها مثلاً. 50 ملي عيار 20 ملي يمتلك 50 ضرب 3.4. في أبولات بجوز يجي 1 ملي. كل يوم شو حسب شركة ملك الأرض. هاي مكتوبات الشركات متوافرة بسهولة. على صحيح يدور كده. هذا اليوم النظام بيعمل بس في شركة تبيكو هي تسعر الصوديو. على صافي شركة تبيكو بتجيب لنا صوديو بوتاس. كل يوم بتجينا 100 كرتون. انا بحكي على تركيز 20% كل 1 سنتي فيها 3 سنتي اذا الامبوله فيها 100 سنتي يكون فيها 340 اذا فيها 10 سنتي فيها 34 ملي فيها 5 سنتي بتطلع فيها 15 ملي واضح هيك بدي خليك معي لا تقعد ثلاث ايام خذ معلومه مني شو بدك المكتوب تمام؟ عم بعطيك هو امثله حسب العيارات المتوفره بالسوق هذا بالنظام هذا الكامل 2000 عرفت علي؟ هذا المعلومة ان شاء الله طير كثير التراكيز العيارات تمام؟ طيب اعطينا حكيم الشيء الاساسي يعني هلا بس الاساسي هلا نضرب بس بثلاثه وخلص ها؟ يعني نضرب الوزن بثلاثه وخلص هذا هو بيطلع معنا شوف قديش عيار 20 ل 10 حوالي 100 سنتي لكل المفردة بتعطيني خلطه هيك فيها مين كان معي الصبح بالمشكلة؟ كتبنا 90 اخبار بثلاث دقائق على هيك على الثواني بدي تكون ضمير معك بكره كله دكتور سوائل نحن عم ناخذ هذا سوائل شوي بعد شوي بدنا نتعلم تعليم نتعلم شوي بدنا نعرف كشفاف مو بس سوى شو نبي بي قديش تمام كم سنتي صوديوم 26 مواد عالية 16 اثنين بوتاسيوم 39 البوتاسيوم عندنا عيار 20% اذا عيار 10% صوديوم قديش بتقسم 1.7 قطري ماء عيار 22.8 طبعا لما جبت كل 22.8 4 لاخر وحده 22.8 23 22.1 في القوه 22 4 لاخر وحده الممرضه ما والله شغلتها واضحه طيب عيار بوتاسيوم خلي عليك كمان بوتاسيوم بيجيني عياري 10 و20% البوتاسيوم مش بيجيني عفوا 7.9 فيه كل واحد سنتي واحد كثير سهل كل واحد سنتي واحد قد تطلع معي تحكم الامكان العيار 14 بيكون كل واحد سنتي فيه 2 قد تطلع معي الرقم ايش بعمل له؟ قاسمه 2 واضحه؟ يعني 26 هي نفسها اذا كان 7.9 الامبولي اذا كان 14 مقسم على 2 بيطلع معنا 13 يعني البوتاسيوم يعني هذا الميزان نفسه 16 اذا كان 7.9 نفسه 16 واذا كان 14 تقسيم 2 13 تمام واضحه؟ مين بيرفع المليار شاطر؟ خلينا نسالي حكيم اعطيني مثال ما
حرومي سالفه بتاع الدست. ولد عمره 130 كيلو. ولد 15 كيلو. اي مساله كلمه حلوه على الاخر. هو كلمه حلوه على الاخر. كيف ينفع تاخذها؟ وزنه 15 كيلو. 15 10 10 15 كيلو. من الحاجب الزوايا له 250. فيش كذا صوت البوتاسيوم على الدرجه الاعلى، معيار الصوت 20%، معيار البوتاسيوم 14.14. صامتي
أو مليلتر في ده قديش 24 ساعة. هذا 5% سكري 5% سموه ديكستروز. ديكستروز 5% تمام؟ ديكستروز 5% إذا شفتوا مكتوب. طيب دحسهم الصوديوم إلى الحد الأعلى 25 قديش 75 البوتاسيوم الحد الأعلى 50 صوديوم بوتاسيوم واضحة؟ طيب عارفين مساحة وين مساحة؟ حسب تركيز الصوديوم عندي إذا تركيزه 20% 20% كم سنتيم على 22 75 على 3.4 22 هذا المعيار 20% إذا تركيزه 10% 44 ممتاز العيار 10% واضح؟ نعم جينا على البوتاسيوم إذا نفسه نفسه إذا عيار 7 بده 50 إذا 14 في أسهم هيك وفي حد ما يحسبها طيب إجت الممرضة دكتور 1600 ملي يعني كم نقطة في الدقيقة؟ 3600 تقسيم شو بنحسب عدد النقاط؟ في قانون لحساب عدد النقاط في إيشو؟ قانون لحساب عدد النقاط في قانون لحساب عدد النقاط على ماذا ينص هذا القانون؟ كيف اللي طلع معنا هنيك هو لليوم كله؟ طبعا حاجة 24 ساعة معناتا من زمان 44 هني راح قصنا سيرومات في عنا جهازين جهاز سيروم وفي جهاز تغيير سيروم العادي والميكرو دريب وينه؟ عبادة الميكرو دريب نقطة الميكرو دريب كل نقطة كل 60 نقطة بساوي ملي إيشو؟ كل 60 نقطة بطلعوا ملي ملي السيروم كل 20 نقطة ملي لذلك في جهاز الميكروبيل عدد النقط في الدقيقة الحجم على عدد الساعات قلنا نحن دوّنين 1600 على عدد الساعات دي 24 ساعة مثلا ليش بطلع معي كم نقطة في الدقيقة 124 66 كم نقطة؟ 66 من 4 إلى 4.67 نقطة على الدائرة هذا الجهاز الميكروبي الجهاز العادي السيروم 1600 تقسيم 24 ضرب 30 200 200 بالمكروتريب لأنه كل 60 نقطة مني واضح؟ الدقيقة نقطة في الدقيقة بحسب عدد النقط في الدقيقة بحط الحجم على عدد الساعات إذا بجهاز المكروتريب إذا بجهاز سيروم الحجم على عدد الساعات ضرب 3 ليش؟ لأنه نقطة أكبر هذا كل 3 نقط نقطة دكتور أنا أشتري عدد 1600 يعني عدد النقط هذول بس وحسبتوا انتوا نفس تعطيه المريض نفس كله نفس الولد والوزن نفس الولد 25 كيلو وزنه 25 كيلو بيطلع اليوم 1600 ملي 1600 ملي بحطهم ده 22 سم 20 صوديوم بحطهم ده 25 او 50 سم كلور صوديوم 10% 7% 7% هذول لازم تضيفهم على 1600
ضيفون حيطه ضم السيروم حيطه ضم السيروم وخلاص ضم السيروم كله وحطه على المطبخ تمام واضحه ولا لا في حدا ما عارف يسمع هذا النور في حدا ما عارف يسمع هذا النور بنقسم الحجم الجهاز على قديش على عدد ساعات اذا الجهاز بروبيل على عدد ساعات ضرب 3 اذا الجهاز سيروم تمام وفي طريقه ثانيه بحسب بالعدادي تفضل يا حكيم حكيم بما انه عم تحسب الحجم على عدد الساعات ولازم يطلع على الواحد بالنقطه نقطه هذا القانون بالنقطه النقطة نقطة بالدائرة هيك القانون هيك القانون نقطة في الدائرة نقطة في الدائرة هذا القانون تمام هذا القانون نفسه بيطلع مني بالساعة بين هو بهذا تمام كم مني بالساعة بيطلع معي نفسه كمان بيطلع معي مني بالساعة في أجهزة سيروم في عدالي بركب لي عدالي بتقسم الحجم على عدد الساعات بيطلع معك كم مني بالساعة بيطلع نفسه نقط في جهاز الكمبيوتر ليش مين بيعرف الساعة كم دقيقة؟ 60 ضربوا 60 بيطلع نفسها واضحة؟ بيطلع معي الحجم بالساعة قديش بدي اكمل لي بالساعة؟ إذا عندي عدالي ما عندي جاسيرو ميكروتريب عندي عدالي تمام؟ عندي عدالي مثلا بدي 1000 ملي 600 ملي خلال 6 ساعات معناتها بالساعة كمل لي 100 ملي في عدالي أو في جهاز اسمه شو مضخة بتعطيني بالساعة معي دكتور هيك طلع معنا ساعة 4 ملي ايش مثلا هي عدد ايش 60 ايش ضرب دقيقة يعني الساعة طلع معنا العدد بالساعة هلا ضرب 67 60 عدد النقط عدد النقط بالدقيقة ايه هذا جهاز ميكروديب اسمه 60 بيطلع معك 67 ملي بالساعة 67 ملي نقطة في الساعة دقيقة ايه في الدقيقة او 67 ملي في الساعة نفس لأنه نقطة 60 الساعة 60 دقيقة والملي 60 نقطة نفس الشيء الساعة 60 دقيقة يا زملاء الساعة 60 دقيقة و 60 نقطة ملي بيطلع الرقم نفسه هو ما تخلطوا انه الرقم ليش هو بيطلع الرقم نفسه إذا تحسب عدد النقط في الدقيقة بيطلع نفس عدد الملي بالساعة ليش؟ لأنه الساعة 60 دقيقة و 60 ملي 60 نقطة 1 ملي مش بكر أكثر شيء. سينا لكم معلومة هامة صحيح. الله نحن عندنا صوديوم وعندنا بوتاسيوم. جاي من حصار يا ميتة صوديوم في البلد. ملح. وينه كان عبوا الملحي وما الملحي. كل 6 سنتي بالسيروم الملح الفيزيولوجي بساوي 1 ملي. كل 6 سنتي بساوي 1 ملي. طبعاً نحن دكتور نحن نعطي الملح لأني فيه كمان شغلة ثانية. لا نعطي. إذا ما عندي لأهل فقراء أبوت الصوديوم حقها 100 ليرة تركي ما يكفي يشتوبها وعندي في المشفى سيروم ملحي شو بعمل بدكم بدون صوديوم بعطيه بدي قديش أنا بدنا كل 6 سم 24 ملي صوديوم معناتها بالسيروم ملحي كم سنتي بدي؟ ضرب 6 برافو عليك قديش بيطلعوا 250 تقريبا بس ما بحط 250 بنقص منها سيروم سكر وبحط بدالها عشان ايش؟ عشان ما يصير اوفرلاب هون 10 20 سم منشيل من السكري 150 كان واحد اول شيء يقولوا ده كان دائما اربع ثلاث اربع اخماس سكري وخمس ملح يعني اذا 500 سنتي حطوا 400 سكري و100 ملح بس هلا صارت القوانين هيك تطبق بس اذا ما عندي شوارد شو بعمل اذا بالايام بتلاقوا بكره بحياتكم العمليه شو بعمل؟ كل 6 سنتي بيساوي لي 1 ملي بضرب قديش بيطلع معي بس بنقص من حجم السكري عشان ما يصير عندي اوفرلاب في امراض خاصه بنقص فيها السوائل اللي بصوص كلوي بصوص كلوي شو بنعمل؟ نعطي 400 سنتي على المتر المربع زائد الضياع البولي عم بركب قسطره قديش ببول المريض؟ بشيل فوق واحد فوق السيروم قوم بالبول سيروم 19 مليون وبشيل بولا ايام سيروم وبعدها
يعني له تعويض بتعويض المفرزات، المفرزات مش لا برجع كده وزاد هي الكاب حطها ده سيرو تطلع 5 سم سيرو جول كيف كاب بدلها 5 سم سيرو بس 10% بحطوه بالقصور كلهم بآفات القلب شو بنعمل تماما حد حط 3 ارباع حاجه ده 100 يساوي 75 واقع هاي الامراض طيب بس سوني هون 44 ضرب شاط ان شاء الله نتمكن من الموضوع ويقوم يعطينا اياها مين يتمكن من معلومه يعطي مساله يحلها هيك؟ ايش بقى يا جماعه ما وصلنا ساعه بقول ما في عندك مين شاطر؟ يا حكيم بس هون بس سؤال مش قادر نضرب هون 44 اذا انا بدي اعطيه محلول نظامي ملحين ايه محلول 44 بستة طبعا الحاجه 1500 بتنقص منها بدك 1050 بدل بنقص مين طيب حكيم بالنسبه ل 22 هون شلون بصير؟ نعم طيب يمكن يكون معي دروب سيارة والله معي دروب سيارة هذا بده بوبينز؟ لا شو صحيح سنافر شكل سنافر جيبه يا ولد حكيم ركز معنا شوي 22 طيب 22 شاد نضربها؟ نفسها لا إذا نضربها بستي ما بطلع نفس الرقم كلامه نظام تغير النتيجة 22 شاد نضربها إذا هون؟ ما نضرب 22 كل أربعة نضرب 75 كمل هون عم بحسب 10% بضرب 75 انا كملت بدي ال 75 بضرب بس ايوه قلت 22 و 44 هذول العيار 10% ايش بضرب انا؟ الاساس 75 برافو عليك واضح؟ ايش بضرب انا؟ كملت بدي ايش بدي ب 20 ب 22 العيار 10% هذا كملت ان كل واحد مات في عاده 6 صناطي بيصيرون من المعدين كويس هيك كويس تطلع برا في مشان عشت فيها ساعدونا ساعدونا صديقه حكم مجنون حلو المسألة جدًا ولد وزنه 13 كيلو احسب الحاجة له يومية عدد النقط في جهاز الميكرو دريب هالشق الأول من السؤال قديش بده 13150 الميكرو دريب قديش كم نقطة في الدائرة هل ايش يحسب له ايش له هو يحزم عدد الساعات 24 ساعة تمام سيب له اياه في اسهل من هيك هذا الجهاز الميكرو دريب 47 نقطة عادة يا نعم هذا النقطة ما يبينها ما في مشكلة ما في طيب بجهاز السيروم العادي 1150 تقسيم 72 15 منطقي 46 تقسيم 3 16 طيب بالعدادة نفسها بيطلع 48 نقطة على الدقيقة أو 48 ملي في الساعة نعم نفسها العدادة نفسها ونقط نفسها ليش لأنه الثانية قلنا الدقيقة الساعة 60 دقيقة وكل 60 نقطة واحدة بيطلع نفس الرقم ما بتقول لي ليش بيطلع نفس الرقم قلت ليش؟ طيب حسبنا الحاجة من الصوديوم والحاجة من البوتاسيوم الصوديوم 10% 39 تقسيم قديش؟ 14 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
16 تقسيم 2 26 تقسيم 2 13 ليش؟ اوكي واضحه؟ قول يا المسألة اسمه جيب لي حل كلكم على الدفتر بتعبوا كثير مع بعض لساعات دراسة 7 ساعات مثلا ما بتوصلوا 10 ساعات في اليوم؟ هاي كبير كبر يا بس الوزن ايش هو الوزن ان شاء الله؟ شو بدك الوزن؟ 26 كيلو 26 كيلو الحاجة الجوية نقط في جهاز الميكروتريب خلص كل شيء يعني بالميكروتريب كل شيء كتب صوديوم بوتاسيوم من عيارين بس احسبوا الحاجة لحد الأقصى 3 مل صوديوم 2 مل بكل شيء من عيارين الصوديوم عيارين بوتاسيوم والنقط بالميكروتريب بجهاز سيرو بالملي في العدادة تعرفوا يا جماعة السوائل والشوارد أساس طب الأطفال وأساس كل العلوم إذا ما عرفتوا سوائل وشوارد ما عدتوا عتعفسوا يعني ما قال بس أنا أخذ فجأة الصواعق والقداء والحماض والاستقلاب كل أخرجوا أطباء ما قال فشاد حماض أنا زال فحص تخرج شيء فجأة الصواعق اللي شيء موجودين بس ما حد يدرسوا ما حد عارفهم سمعان فيا هاي بالكلية دكتور